انطلقت بمدينة العالمين الجديدة منافسات البطولة العربية للجودو، والتي تقام في الفترة من 15 حتى 18 من أغسطس الجاري بمشاركة عدد كبير من الدول العربية. من جهته أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى. عدد المشاركين تعتبر أكبر بطولة عربية شارك فيها عدد لاعبين، وعدد الدول المشاركين عدد كبير جدا، أغلب الدول العربية مشاركة. المنافسات قوية جدا. مدينة العالمين الجديدة اللي احنا بنشكر سيادة الرئيس على هذا الصرح، وهذا مدينة السحر والجمال اللي أنا بقول عليها دي عاصمة السياحة في العالم. شكرا لبلدنا العظيم مصر على الدعم وعلى المساندة، اللي لولا دعم سيادة الرئيس ولولا دعم البلد ما كناش المنظر طلع بكده، ولا اخواتنا العرب اشادوا بالتنظيم وبالحدث الكبير اللي احنا فيه النهارده ده. عندنا منافسات بتصدر منافسات قويه، عندنا من دول شمال افريقيا، عندنا ليبيا متواجده، عندنا الجزائر متواجده، عندنا دول الخليج، الكويت، قطر، الاردن، يعني في بطوله قويه، ودي طبعا نواه للمنتخبات اللي هي بنعدها للاجيال القادمه ان شاء الله باذن الله. دوله مصر كل مره تبهر الجميع في التظاهرات الرياضيه، ويعني مدينه العالمين احنا عندنا عليها نظره انه مدينه جديده ومدينه سياحيه، مدينه يعني من طراز الرقي والرفيع. يعني نوجه شكري لكل الفاعلين، رئيس الاتحادية المصري اللي استضاف يعني الأندية من كل مناطق العربية لم الشمل، يعني العرب كلهم في مدينة العالمين ويكتشفوها ممكن لأول مرة، وهذا راح تزيد إلا فخر للبلد، بلد مصر، وراح يعني التظاهرة هذه تعطي تظاهرات أخرى إن شاء الله.